محمد السراب، دوار بلاد الحسين، الخنيشات، انا وعي سيدي قاسم. انا المشكله ديالي انا عندي واحد طفيله في عمرها 19 عام، 19 عام كلها معاناه، كلها سبق من هنا سبق من هنا، ما خليت فين ديتها في السبيطارات، ما حدا جريت بيها. دابا الله يرحمكم الوالدين، هي الاعاقه ديالها اعاقه شامله، ما كتهضر ما كتكلم، خاص لي وكلها وخاص لي شربها. 19 عام مابقاش تشرب في الرضاعه، انا كنقول لك تشرب في الرضاعه، تخيلوا انسان عنده 16 عام كيشرب في الرضاعه، مع هادشي اللي عطى الله كنوكلوها ونشربوها. المشكل اللي عندها هو واحد العظم في دي ديال النواحي في الجهه اليمنى، كيربط بين العنق والكتف، هو خير لها من عنقها وبشالها العمود الفقري وكيجرها تردها بحال المجل. على ما قال لي الطبيب، قال لك مابقاش شي مسافه كثيره بينه وتقبلها الكلوه، مابقاش شي حاجه قليله وتقبلها الكلوه، مابقى زعما وتموت. طب الله يرحمكم الوالدين، كنطلب من الله ومن سيدنا ومن المحسنين وقولوا بالرحمه وقفوا معاها وعالجوها لي. انا ما كنطلب لا فلوس، ما كيعطيوني حتى شي حاجه، يعالجوا لي غير بنتي. انا بغيتها تشوف حالها بحال الناس وتمشاو. الله يرحمكم الوالدين، دابا الله يستركم، الله يرحمكم الوالدين. كان الحاله ديالها تكشوف لها حاله حيطلع، انا كنخدم معها بكشافي، مصاب يا ربي ونتكافى مع اللقمه ديال العيش، راه عاد الدواء وراه عاد لاجي تشوف شي كيلو ديال الورق ديال الطبيب. سير من الناس، سير من الناس، سير من الناس، حتى الموكل لقات انا شارف لابيلانس ما كيبغوش يعطيوها لك، غير كيركب معاك مولا بولاس كيقول لك الله يرحمكم الوالدين اعطيني باش نفطر، اعطيني باش نتغدى، خلاص لوطوروت اعطيني اعطيني. من ما كيركب ما كتركب حدا هو كينتف فيك، هادي لا عطاوك لابيلانس. وتقريبا الله مشيت سيدي قاسم خاصك تقريبا 3000، مشيت الرباط خاصك 9000 ولا 10000 ريال، داروا معاك اكلوا لك ب 10000، وانا ما خدام ما والو، بس السيده وانا مابغاش نسمع فيها. السيده عطاها لي الله، اللهم لك الحمد، يا اللهم لك الحمد، وربي كنشكرك عطيتيني هاد بحال هاد البنيه هادي هاي، وما رباش نتخلى عليها. الله يرحمكم الوالدين، وعيد وكرر كنطلب من الله، من الله والمحسنين وسيدنا، الا ما نقضوا لهاد البنيه هادي، ما نقضوا لهاد البنيه هادي، راه 19 عام وبنادم بقى يشوف في الرضاعه، وتخيلوا المعاناه ديالها. وقسم بالله لما الماكله ديالها الخبز واتاي، لان الخبز واتاي ارطب، هو اللي كيدوز دم من الحنجره ديالها، ما دوز لها شي حاجه قاصحه. حتى الحليب، ما الحليب ما عندنا، ما عنديش الامكانيات كل نهار نمشي نمشي للحليب ولا هذا، هو اللي كيدوز دم من الحنجره ديال الحيطه ارطب، وكت ما الكحبه بخاطر تكتوف حتى كتزرعك، عطر لها على الجهاز التنفسي، عطر لها على جنبها، عطر لها على العنق ديالها. المهم راه ما كتنعش، نقول لك راه شي ربعه الدوايا من النوع ديال الدواء اللي كينعس، وراه ما كتنعس ليش، وراه واحد خاصو يبقى ساهر معاه ليل ونهار، خاصو الله كطلب من الله ومن المحسنين وسيدنا يوقفوا معاها. والسيده هذه راه مرتبوها لك، شوفوا راه دارت معاها حتى هي عانات معاناه كثيره ملي جات في 2016 وهي كتسبق معاها. سميتها بنت راجلي هذه، هاد البنيه اللي مريضه، ومني جيت وهي بحال بنتي، كان سهر معاها، كان كل خمسة دقائق كتفيق خاصها تقلب بيها من هنا لهنا، والماكله مسكينه وليكوش كنديروا لها ليكوش، كنوكلوها كنشر، لا ما وكلتيهاش ما تاكلش، لا ما لا طاحت وما كاع جيتيش قعدتي هكاك تقعد تجلس تجيب. اي والله مالك الحمد، الحمد لله هادشي هاد البركه عطاها لنا الله، اللهم لك الحمد. ودابا حنا كنطلبوا من الله ومن المحسنين ومن سيدنا يعاوننا عليها، يعاوننا عليها، حنا بغينا تشافى وتوقف على رجيلاتها وتنفرحوا، تفرح هي مسكينه ونفرحوا حتى حنا معاها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد الاخوان، هاد الناس هادو راه ناس كيعانيو منذ مده. حنا كمجتمع مدني كنحاولوا نوصلوا للناس اللي هما مسؤولين والناس اللي يعاونوا هاد الناس، هاد العائله هذه، وهاد العائله راه في حاله يرثى لها. قبل ما ندوز لهاد التفاصيل، نجيم عبد القادر كمجتمع مدني كيمثل في مدينه الخنيشات، جامعه الخنيشات، اقليم سيدي قاسم، هاد العائله راه عندهم هاد الحاله، حاله يعني فريده من نوعها. كنطلبوا المحسنين يتعاونوا مع هاد السيده هذه،
ويتعاونوا مع هذا الرجل. هذا الرجل راه حاله خاصه، كيخدم مسكين على كتافه، مره كيخدم مره ما كيخدمش، مره كيلقى شهر كاين وقت الشتاء شهر ثلاثة وأربعة وخمسة راه ما كاين لا خدمه لا والو، كيكون الشتاء والفيضان الغيس، انسان تيبقى مسكين يالله مكافي ما مكافيش سمع راسه. وبالنسبه للوليدات راه عنده تقريبا ثلاثه د الوليدات، وهاد المراه حتى هي جابها له الله، حتى هي كتعاون معاه على اساس هاد الوليدات هنا، وهو مسكين راه حتى هو تيخرج يديميردي على راسه برا. حنا كنطلبوا من سيدنا وكنطلبوا من الناس المحسنين ونطلبوا الله هاد الناس هادو، نتمنوا يكونوا عند حسن الظن ديالهم وتعاونوا معاهم. وهاد الناس هادو راه الاجر ديالهم ما غيضيعش، هاد المحسنين هادو الاجر عند الله راه ما يضيعش. وهاد السيده هادي راه اللي شافها راه لا حول ولا قوه الا بالله. نطلبوا من المحسنين اللي موجودون في المغرب واللي خارجين برا وفي اي بلد، اذا كانوا برا ولا الداخل، داخل المغرب او خارج المغرب، يحاولوا يتعاونوا مع هذه الحاله. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى هو يكون عون لهاد الناس هادو، يكون عون لهذوك الناس اللي غيساهموا. و السيد عطاكم النمره ديال التليفون، ونتمنوا الخير للجميع، نتمنوا الخير للجميع، والسلام عليكم وشكرا.